أما فيما يتعلق بالزيادات السعرية الغير مبررة وحبس البضاعة، فالدولة لها بالمرصاد من خلال يعني واحد قرار مجلس الوزراء بأن تكون بعض السلع مثل الأرز سلعة استراتيجية، وعلى المزارع أن يتم توريد 25% من إنتاج الفدان، زي ما ذكر في الفقرة الماضية أن كل فدان بينتج 4 طن، فبالتالي على المزارع أن يتم توريد أو يورد 1 طن على الفدان. ليس هناك أي نوع من أقول العجز في سلعة زي الأرز، لأنك أنت عندك فائض أو سيرفلس. إحنا بننتج 4 مليون طن وبنستهلك 3.6 مليون طن، فهناك 400 ألف طن فائض موجود في الدولة.